يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت في إذاعة القرآن أنه من لحن في قراءة الفاتحة بقوله أهدنا بالنصب عوض أن يقول اهدنا لم تصح صلاته. نعم، هذا يغير المعنى، لأن الإهداء غير الهداية، الإهداء يبي هدية، والهداية يبي دلالة وإرشاد وتثبيت على الحق، فاختلف المعنى، هذا يغير المعنى. نعم، فإذا كان في الصلاة فإنه يبطلها، إلا إذا كان لا يحسن القراءة ولا يحسن غير هذا تصح صلاته، لكن يجب عليه أنه يتعلم الفاتحة في المستقبل. نعم.